ما اعرفش كان تشوفه فيا ولا لا. حبيت نعمل عسلامة ساعة، حبيت نعمل مباشر بالكمبيوتر لكن ما قدرتش مع الأسف، ما عرفتش كيفاش يتعمل المباشر بالكمبيوتر. إذا عملت مباشر بالبورتابل، البورتابل أسهل، فهمت؟ المهم أهلا وسهلا بكم، شنو أحوالكم؟ سكران شوية ما تاخذوش عليا، نشرب بصحتكم. أتضامن مع كل الكفار اللي يشربوا بالسرقة، باهي أنا تعرفوني يعني ما يهمنيش، نشرب ما نشربش هذيك أمور تخصني أنا. ونعرف اللي ياسر من المسلمين يصوموا رمضان واليوم يبدأوا عطشانين ياسر، فهمت؟ أنا اليوم نهار خاص بالنسبة لي، نهار خاص نعرفش كيفاش نحكي فيه ولا لا، نخلي على حسب الظروف. المهم أهلا وسهلا بكم الجميع، أهلا 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 نبيل، فينك يا نبيل؟ هربت من مرة أخرى؟ هربت؟ ها؟ صحتكم الكل. أجمل شيء في هذه الدنيا أنك أن تفقد إحساسك بالوجود اللي أنت فيه، أجمل شيء صدقوني، أجمل شيء أنك تعيش وحدك ما معك حد. أهلا شيراز، بون أنيفرسير، بون أنيفرسير، قول له استوفى بون أنيفرسير. باهي تعرفوني أنا راجل كبير عاد، مانيش صغير يعني، لازمني ساعات نلبس المرايات باش نشوف، ناقص نظر. اجما ميس طول طون عايشة، عايشة عايشوشة توجور، جو ماميز غير جو مونتخو با مون اميزمون، جو لو مونتخو با. اهلا سوسو، اهلا، فينك فينك الغيبة؟ انا باش نقعد معاكم ساعة برك، برجولية ساعة باش نقعد معاكم، بعد باش نخرج نسهر على روحي احتفالا بانتهاء شهر الكبت والمرض والبخل والكره والانحطاط الأخلاقي والإنساني، شهر كامل من النفاق. ما فهمتش كيفاش يسميوه شهر رمضان، فهمت؟ يعني من حسن الحظ اللي الشياطين تتسلسل، كان جات الشياطين ما تتسلسلش شنو يعملوا فينا؟ ها هذه غير افعال البشر شنو يعملوا فينا. بي سامحوني سامحوني، راني سكران شويه، شارب به، انا ما نسكرش ياسر، لا محاله، فهمت؟ ما نشربش ياسر في المناسبات فقط، فهمت؟ اهلا نيدو، لاباس عليك، شنو احوالك؟ كي ما نجاوبش واحد اعذرني، راني ما نشوفوش، تعرفوني انا ديريكت ما مانيش متعود عليه ياسر، فهمت؟ مانيش متعود على الديريكت ياسر، نحشم نحشم، حشام ياسر، تعرفوني حشام. ها المهم هذه مناسبة متاع العيد، العيد الوحيد الذي اعترف به، فهمت؟ ضعن مرقة منشور المثالي. به المهم سامحوني كي نتقرع شوية ساعات، نعرف اللي عيب واحد يتقرع، أما تعرفوا الشراب حاجة خايبة يعني، الحقيقة حاجة خايبة، لا مش خايبة هي، أما أهون من السواقر. المهم السواقر هي اللي حاجة خايبة، فهمت؟ أنا في الحقيقة معنتها كونكتيت اليوم باش أحتفل بنهاية شهر رمضان المعظم والكريم، رغم اللي بريء منه، صدقوني راني بريء منه، يقولوا كريم وأنا ما عندي حتى دخل به، فهمت؟ وفي نفس الوقت أحتفل أيضا بحريتي،
حريتي اللي نحارب عليها عندي عشرات سنوات وأنا نحارب من حريتي، وكل مرة نحصل مع الأسف ولكن نتحرر. فهمت؟ طبعا أحكي على الحرية مع ما يسمى الجنس الآخر. فهمت؟ طبعا من حسن الحظ يعني أني ديما أتحرر من أي التزام مع الجنس الآخر مهما كان، ورغم اللي عامين وأنا نحاول يعني بعد آخر طلاق ليا، معناتها عنده سنة، عنده قداش 3 سنوات، قداش الوقت يتعدى بسرعة، بس معناتها حقيقة على خاطر المرأة، وتعرفوني الأصدقاء المقربين يعرفوني اللي أنا عدو المرأة، عدو المرأة، المرأة بالمفهوم المرأة اللي عندنا إحنا، مش عدو المرأة بالمفهوم اللي يجب أن تكون المرأة. صحيح أصدقائي يقولوا لي اللي أنت ياسر تسب نساء، بالفعل نسب نساء، ما ننكرش. فهمت؟ النساء بالنسبة لي ما عندهم حتى قيمة، بالنسبة لي النساء اللي في المجتمع بتاعنا. طبعا طبعا فما حالات خاصة، ولكن معناتها ديما يبقاو حالات خاصة. احنا وقت نحكم ديما نحكم على الأكثرية. فهمت؟ أنا عدو المرأة، أكره المرأة، لأن المرأة لا تقوم بواجبها كإنسان. فهمت؟ معناتها مفهوم المرأة إنها تدفع الرجل إلى الأمام مش توخره. احنا الإنسان بتاعنا مع الأسف يحبوا يقيدوا الراجل، يحبوا يربطوا الراجل، يحبوا يهلكوا الراجل، يعيفوه في رب حياته. فهمت؟ يعيفوه في النهار اللي تعرف عليها، اتعرف عليهم. المهم شنو باش نقول لكم؟ باهي لازمني نلبس مراياتي باش نشوف شويه شنو تكتبوا. باهي، ومي جيت، ومين جيت، شنو مين جيت ها نبيل، شنو مين جيت؟ لا لا اختلاف ان الام هي اعظم انسان في الدنيا. لا سوسو، لا ليبرتي نا با دو بري. سي فري كو لا ليبرتي نا با دو بري. مو جو فون جامي ما ليبرتي كو كونتر ان اسكلافاجيزم. يعني المراه اللي تحب تستعبدني لازمني نستعبدها. فهمت؟ يعني فماش هذا، معناتها نستعبدك انا وانت ما تستعبدنيش. هذا هو الحب بالنسبه لي. صحيح انا نكره الحب وما نستعرش بالحب، لان الحب حكايه فارغه. فهمت؟ الحب اللي ما عندوش منطق، يجي واحد يقول لك نحبك، تحبني، تحبني شنو؟ شنو مستعد تقدم؟ هل مستعد ان تعطي حريتك ليا؟ هل مستعد ان تعطي وجودك ليا؟ ما تعطينيش، اذا انا ما نعطيكش حتى شيء. فهمت؟ ما نعطيك حتى شيء. نسلم على الشيطان. قلت له منين جيت؟ لا الشيطان ايش، اسمع اسمع، الشيطان حاجة، اسمعني، الشيطان الحقيقة طرده. فهمت؟ الرب طرد الشيطان. الشيطان ما عادش يلعب البشر، البشر ما عادش يلعبهم. شنو هو الشيطان قدام البشر؟ فهمت؟ تعرفوها القصة نتاع الشيطان اللي ما انت حب يغوي احد الفقهاء يعني المتعبدين العاكفين، بقى ما انت يعمل كل الطرق باش يغويه وباش يهلكه. المهم يعني حتى نهار قال انا باش نتمثل في امرأة، وعمل روحه زعما زعما السيارة متاعه ولا البهيمة متاعه ولا الحصان متاعه قاع بان، وشتات صب ودق عليه الباب في صومعته في الجبل. يعني تحياتي يا سيمون يا اخي. فتح له الباب قال له شنو؟ قال له انا راني امراه وشوف وحدي وحالتي حليله وش تصب وتوا قريب المغرب وما عنديش فين باش نمشي، دخلني البيت مع بحذاك. العابد المتنسك يعني المؤمن قال له تفضل، يعني عطاه ياكل، عطاه حوايج باش يلبس، يبدل حوايج واموره مريقله. يا اخي في الليل هو رقد، عطاه بيت باش يرقد فيها، بيت باش يرقد فيها.
يا اخي في الليل قام يبكي، قالوا شبيك تبكي؟ قالوا راني ما نجمش نرقد وحدي، نخاف نخاف. يا اخي جابوا يرقد بحذاه. اي بشويه بشويه، وتعرف انت نبيله دوما العمايل بتاعك انت، فهمت؟ بشويه 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 حتى وقع الفاس في الراس. المهم ورقد معاه، بعد لا تقد معاه، شيطان كي يتحول الى بشر، الى شيطان كما هو. قالوا واخيرا وقعت في حبالي. يا اخي تلفت له العالم وقال له تشيطنت تشيطنت وفي الاخر نكحتك، فهمت؟ يعني الشيطان نساوه 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 نساوه، ما عادش موجود الشيطان، انتهى. في العصور السابقة كان ينجم يلعب على العباد. بصحتكم الكل، بصحتكم الحقيقة. أنا فرحان اللي نحكي معاكم الكل، فهمت؟ فرحان جدا وسعيد اللي نشوف فيكم معناتها تعلقوا. سي ان كونسيبت، كونسيبت ابستخي. اي همامي سي ان كونسيبت ابستخي، فهمت؟ نزار قباني يقول السلام على المرأة. اسمع، المرأة يجب، اسمعني، المرأة هي مصدر إلهام، ولكن يجب أن لا تصل إليها، فهمت؟ لو وصلت إليها وصلت إلى الدمار. حب النساء ولكن ما توصل لهمش، مش تبدأ. هي مصدر إلهام، مجعولة هكاك، مجعولة باش تدمر ربك، فهمت؟ فقط. أما كان وصلت لها حكاية فارغة، انتهى كل شيء، فهمت؟ يعني الإنسان اللي أبدع في حياته هو الإنسان الذي لم يصل للمرأة التي يحبها، فهمت؟ هذه طبعا وجهة نظري طبعا. أنا أسمعني، لازمكم تحطوا في بالكم اللي أنا ما نعممش، وفما ديزيكسيبسيون، فهمت؟ ديما فما ديزيكسيبسيون، فما حالات خاصة ديما، ولكن أحكي بصفة عامة. أنا لا أؤمن بالحب، فهمت؟ أنا لا أؤمن بالحب، أنا الحب لا أؤمن به. الحب الحقيقي هو العبودية، هو الذوبان، فهمت؟ أنا لا أؤمن به الحب هذا، أنت حبني ونحبك وفهمت. الحب ينتهي، شنو هو الحب؟ عرفوا الحب، عرفوه. المشكل متاعنا احنا شعوبنا لا تفهم المصطلحات، فهمت؟ توا أنت تحب موسيقى أو تحب غناية أو تحب سروال، نهارة اللي تشريه تلوحوا، فهمت؟ ما عادش تستعمله. الحب هو شيء من أجل الأصول إلى الشيء، هو كيما الإيمان، فهمت؟ فقط. إذا الحب حكاية فارغة، سي دو نامبورت كوا. تجيد واحدة تقول لي نحب، ونحب راجل ما يخونيش، ونحب درا شنوا، ونحب خرافات. هذه بالنسبة لي خرافات أنا، فهمت؟ إيش تحبوا؟ إيش تحبوا؟ شنو يا ويلي يا كريم؟ شنو ويلي ويلي يا ويلي؟ نشوفت يا ويلي يا كريم. سان اكزيست با جوستومون شيراز، لامور سان اكزيست با، لامور سان اكزيست با. فما العبودية فقط، تحب تكون عبد او مستعبد، فهمت؟ بصحتكم، بصحة شهر رمضان العظيم، بصحة العيد المبارك العظيم. مهدي ولدي، اش تعمل انت هون يا ولدي؟ كيما سيجارو تتكيف وتلوح. ولدي هذا، ولدي مهدي، مهدي العبيدي، واحد من ولادي. طبعا انا عندي ياسر ولاد لا محاله، فهمت؟ بيان سور سي ان سنتيمون باتي ستوبيد، فهمت؟ لا لا يا ولدي، اسمع، القوه يا سوسو ان الانسان هو هو الشيطان والرب في نفس الوقت. خلينا نشرب، ربي مخلي قطعته عليا الواحد. باش يجيب، امشي جيب، امشي نجيب شويه بير. لسه فاكر كلمه تدي لك امان، ولا فاكر نظره بتعيد اللي كان؟ تشين تشين سميدة صفيان.
سامحوني سامحوني، اسمع راني كنت مريض انا، ميرسي ميرسي سوسو، كنت مريض يعني. الان عندي اسبوع من اللي ما حصلت على اللي صار. انا ما نخبي عليكم شيء، تعرفوا فهمت، ما نخبي عليكم شيء. سميدة صحتك. كريم عامل لينا حلقة عن الحب والمرأة. تعرف المواضيع اللي عندي باش نقدهم يا نيدو ما تتصورهمش بالك، غير ما عنديش وقت، ما عنديش وقت. هاو شدوني في الغنوصية، هاو تاريخ الأديان، هاو اللي فهمت، ما عنديش وقت فهمت. أم كلثوم، أم كلثوم روعة، أم كلثوم، أم كلثوم فمش كيفها فهمت، فمش كيفها أم كلثوم. اللي ما يحبش أم كلثوم ما يعرفش الحياة شنو. فما أشخاص يا سوسو، سوى مغنين سوى فنانين سوى أي شيء، هذوما رموز، رموز وجودية. هذوما أشخاص مستحيل إنسان يقول لك ما يحبهمش. يعني إنسان يقول لك ما يحبهمش هو إنسان، معناتها بمفهومي أنا، إنسان لم يفهم معنى الحياة. سانتي شيراز، باس لو بونجور ستوفا، ولد ستوفا والجماعة الكل فهمت. فيهم السواقر متاعي، نجيب بيا سيجارات باهي. خلي نيدو قلت لي يعمل كمية، عملت راني كمية كيما قلت لكم، انا كنت مريض فهمت. لو لاحظتوا يعني دي انا معناتها مدة سنة فارطة يعني، ضعفت ياسر لو لاحظتوا، وفما اللي لاحظوا اللي انا مريض، لكن قاومت المرض فهمت بالطرق الطبيعية والإيمان. طبعا انا انسان مؤمن، مؤمن ايمان لا تصور بالكم، يعني انا ملحد مؤمن، اؤمن بالانسان، اؤمن بالجوهر اللي في داخل كل انسان، اؤمن بالوجود. واستطعت ان نبرأ من السرطان، طبعا كنت مريض بالسرطان عندي تقريبا اكثر من سنة فهمت. ولكن فريد الأطرش احنا قدام عاد، لا حتى فريد الأطرش لا نقاش فيه، فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وغيرهم وغيرهم، فما ياسر اشخاص فهمت، حتى من شمال افريقيا طبعا فهمت. انا فقير ودراهم يومي معدودة فهمت، ولكن عندي قلب كبير فهمت. فين 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 انا المشكلة متاعي ديما نضيع البريكية متاعي. انا باش نقعد معاكم ساعة، توا نص ساعة تعديت وباش نخرج، يمكن نزيد معاكم نص ساعة أخرى فهمت. أنا كنت يا داهية أكسل، أنا كنت مريض بالسرطان أوكي، وأصدقائي المقربين يعرفوا، لكن شفيت منه فهمت، مش شفيت يعني تقريبا شفيت، يعني تجاوزت الخطر. وهذا بالإيمان، بالإيمان ليس بالدواء، ما استعملتش الدواء بالكل فهمت. أنا لا أؤمن بالدواء، بالنسبة لي الدواء هو يقتل، والحضارة الغربية كلها إجرام في إجرام بالنسبة لي أغلبها. والمشكلة اللي الغرب قاعد يفيق على روحه، وإحنا قاعدين نتبعوا فيه ونتبعوا فيه في المصائب متاعه. تعرفوني أنا كما أني عدو المرأة عدو الغرب مع الأسف، هذه وجهة نظري فهمت. تحبوها ولا متحبوهاش، تتقاسموها ولا متقاسموهاش، أنا الحاجة الوحيدة اللي حافظت عليها هي حريتي. هذاك علاش وقت نحكي نجم نبدل أنا الاتجاه متاعي، شفتوني توا نجم نبدل بكل بساطة، مغدوة نقوم لكم الصباح نولي حاجة أخرى. علاش؟ على خاطر مانيش تابع لا حزب لا جمعية لا حتى حتى أنا الحركة، حركة تغيير شمال أفريقيا اللي عملتها فهمت، واللي حتى حد ما حب يتبعها منكم فهمت. من الشروط الأساسية فيها أن تكون نفسك فهمت. أنا عملتها بالذمة باش نحارب بها كل الانتماءات. ما فماش في الحركة متاع تغيير شمال أفريقيا أنك لازمك تلتزم بالقواعد متاع الحركة، لا. الشرط الوحيد أنك تنتمي للحركة
أن تكون رب نفسك. فهمت؟ في معنى الجي، أهلا وسهلا، فينك يا ولدي، هربت؟ عسلامة عسلامة إبراهيم. فهمت؟ الدواء حكاية فارغة يا سليم، الدواء كله كذب، هو تجارب كيميائية عليكم، شيميو تيرابي والحكاية. أنا الطبيب نتاعي هبل عطاني دواء، قلت له روح عليا الدواء، أنا عندي الدواء نتاعي، أنا قلت له أنا نعالج روحي ونعمل ليزاناليز شهر بعد شهر، يقول لي مش معقول اللي يوقع. قل له معقول، دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك ولا تعلم، أتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. روح تحقروا رب الإنسان انتوما، راكم ما تعرفوش قيمتكم. واحد قال لي شو اسمه سيمون، قال لي تحكي على السياسة، احكي على الحكام اللي يحكموا فينا. علاش الشعوب بتاعنا ما تعرفش الحكام اللي يحكموا فينا؟ تعرف حكام سقاط وانذال، ولكن شعوب اسقط منها وانذل منها. اش تحب تعمل؟ كاسك تو فو فيغ افيك ان بوبل كي سون فو كومبليتمون، يحب الاستعباد، يحب الذل. تجي الواحد يقول لك انا حر، وهو تابع الاستعباد والاذلال والمحقرنيه. فهمت؟ فين الحرية ربك؟ فين الحرية؟ الحرية الوحيدة هي في الداخل متاعك، في الداخل متاعك. بيان سور كانت وغيرهم ونيتشا وغيرهم، الحب راهو جهل. مفهوم الحب لازم تفهم الحب شنو هو. المشكلة متاعنا هي مشكلة مصطلحات، عندنا مشكلة مصطلحات، رغم اللي اللغة العربية من أغنى اللغات يعني في المصطلحات، وهذه ما نكذبش فيها يعني حقيقة عندها مصطلحات قوية، ولكن مصطلحات يعني مانيش نستعملوا فيها، مانيش نفهموها، مانيش عارفينها. فهمت؟ المهم أنا شو حبيت أقول لكم، يعني أنا عندي تقريبا 3 سنوات عملت تجربة. فهمت؟ الحب في الكتب، الحب في الكتب وفي الخرافات. فهمت؟ سوسو جو مي سوي سواني تو سامبلومون افيك لا نوريتور، طريقة أكل معينة. فهمت؟ كل شيء راهو، كل شيء، كل داء وله دواء في الطبيعة، فماش مرض يجي هكاكا. فهمت؟ ورغم إن التجربة متاعي أنا، هو المرض اللي جاني متاع السرطان كان يمكن تنحيته بعملية بسيطة، لكن أنا رفضت، رفضت انه يتنحى بعملية، وحبيت نعمل التجربة. وتو كان سمحت لي ظروف نعطي الطريقة. طبعا اهم نقطة يا سوسو في مسألة المرض انك تتفطن اليه في الاول، خطر المرض بصفة عامة عنده طريقة انه يوصل للنقطة فلا عودة. كان اكتشفت المرض في طريقة اللا عودة، فهمت؟ انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. سمعتك سوسو كومون جو سوي سواني، بوتيتر جو فير ان فيديو سور سا. فهمت؟ اما اهم نقطه يجب تكون منتبه للمرض اللي يصيبك مهما كان، ما تهملش، ما تقولش مثلا عندي اوجاع، عندي كذا، عندي كذا، لا يمكن، عادي، لا ما فماش عادي، اي حاجه مش نورمال. فهمت؟ لازمك تمشي تنتبه وتعرف المرض. اون فوا اكتشفت المرض قبل اللا عوده اللا نهائي، يمكن علاجه بطريقه طبيعيه. فما شعوب موجودين سواء في الشرق الاوسط او في بعض الجزر يعيشوا 120 سنه وحتى 150 سنه وهم في حاله جيده. لماذا؟ لان طريقه الاكل، طريقه التعامل، طريقه التصرف، البيوم. توا اوروبا قاعده ترجع للبيوم، فهمت اللعبه، واحنا ما زلنا نعملوا في الشي في لي برودوي شيميك، في لي برودوي نتاعنا. فهمت؟ اخي جاسم شكري، هذيك بتاع المساله بتاع السيرياك والاراميه وكل شيء، هذاك كذب في كذب. فهمت؟ هذاك السيرياك وكذب في كذب. فهمت؟ لأن أنا تكلمت في هذا الموضوع عدة مرات، وباش نتكلم
فهمت؟ هذيك يروج لها المسيح المبشرين بصفة عامة، على أساس هو فكر، هذا الفكر الذي وجد من عام 1500 من طرف بعض المستشرقين المسيحيين عندما التقوا ببعض المسيح من الشرق الأوسط، وكانوا المسيح في الشرق الأوسط يقنعون أنصارهم بأن الإسلام أصله مسيحي وأن القرآن أصله، فهمت، سيرياك وأرمن وغيرها، فهمت، باش يحافظوا على أساس المسيحية في الشرق الأوسط. وهذه النظرية تم اكتشاف خطأها في 1900، ثم رجعت مع بعض المفكرين أو ما يسمى الكتاب الألمان، اللي يجي يقول لك الديانة المسيحية تكونت في الأردن وغيرها، وهذه كلها أكاذيب. عندما يجي تشوف البرنامج بتاع أن الديانة المسيحية تكونت، الإسلامية تكونت في الأردن، أول ما يبدأ يقول لك مكة لم تكن معروفة، وهي مكة كانت معروفة، وتكلم عليها هيرودوت بالتفاصيل وغيرهم من المؤرخين الحقيقيين اللي يتكلموا. إذا اتباع هذوما الإذاعات المسيحية، فهمت، الإجرامية، نسميها الإجرامية أنا، فهمت، اللي تجهل في الشعوب متاعنا من أجل دعوتهم للمسيحية والتوزيع لهذه الفيديوهات، هي أكبر جريمة، فهمت، أكبر جريمة. وأنا اتصلوا بيا ونعرفهم ونحيت لهم رب والديهم، فهمت، الكلهم، وكل المصادر اللي يعتمدوا عليها مصادر غير علمية وغير معترف بها أصلا. فما كان حاشاكم بين قوسين الحمير هما اللي يصدقوا هذا الكلام، فهمت، شيء طبيعي إبراهيم. المرض، الموت هو مرض، وسوف من هنا ال 15 سنة، اللي باش يبقى يعيش من هنا ال 15 سنة باش ينجم يعيش 150 سنة، واللي باش يعيش من هنا ال 30 سنة يمكن ما عادش يموت. هذا علم، هذا علم، هذا مش لعب. اما تجبع لي الاسلام اصله سيرياك وتولدت في الاردن ومكه مش موجوده، هذايا تمخوير وتشمان، فهمت، بالتونسي متاعنا نقولوا تمخمير وشمان، فهمت، يمكن تفهموها العباره يعني، فهمت شنو معناها تمخوير وشمان. طبعا ابراهيم مرض، فهمت، لي كونسيديري كوم اون بان. شنو هو لي كونسيديري كوم اون بان نبيل؟ شوف الوقت قداش يتعدى في ساعة، توا بخيسك تعديت نص ساعة. المهم نعرف اللي انا كثرت عليكم الكلام، نتكلم ياسر سامحني، خاطر نشرب سينشينا طبيعي. المهم انا سعيد جدا بمعرفتكم وبالحديث معكم، ان نعرفكم الكل صحابي، فهمت، صحابي وأحبابي. باي نبيل توا عرفته، ما نعرفوش قبل، فهمت، رغم اللي هو يصر انه يعرفني. يا نبيل يا نبيل، وحلاه بحلاه الشراب، أجمل حاجة في الدنيا هذه، شيء طبيعي. فما في اليابان وغيرها، مش اليابان برك، رانا مانيش عايشين يا جماعة، مانيش عايشين. يمكن نجيل تونس، يمكن نجيل تونس، اترقب الجنسية. انا سمان، اهلا وسهلا بيك، حتى انا سمت في شو او سيرفو مش او كور سنتي. يا إيمان، إيمان فينك يا إيمان، عندك قداش ما فهمش ريحتك ربك. J'espère que tu as pris de mes conseils, فهمت، et tu as commencé à vivre ta vie. معناتها je te vois des fois معناتها en train de vivre ta vie et de profiter de la vie. راهي الدنيا هذيا أهم حاجة فيها، أهم حاجة في الدنيا هذه صدقوني إنك تجرب كل شيء، جرب، لازمك تعرف طعم كل شيء، فهمت. لا 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 لا، يزي يا نبيل، يزي، يزيني، يزيني 5 سنين ما أعرف، أنا نعرفك عندي تقريبا 6 شهور، يزيني من الوحي متاعك. في كتاب باسم مستعار صرعنا به نظرية وجع راسنا، اسمه أبو موسى الحريري، جوزيف قزي.
ايه كلام فارغ، كلام فارغ، فهمت؟ الناس توا مثلا يا باهي يا باهي يا ايمان، اي تبعوا لي فهذوما المسيح وهذوما المبشرين وهذوما الخرافات الفارغه ويوزعوا فيها. تعرف فما خدمة، احنا نحكيوا على الغنوصيه. اهلا ربيع، ربيع رغم اني انت ربيع، يعني انا متعجب كيفاش اسمك ربيع، فهمت؟ شنو نقول؟ فما قولة غنوصية، واحنا ما نحكيه معناتك تشوفوا اللي تبعوا في الفيديوهات متاعي في اليوتيوب، تقول ابتعد ابتعد على سماع كل إنسان ينتمي إلى دين وينقد دين آخر. توا أنا كي ننقد الإسلام، أنا كنت مسلم، توا أنا كي جزار وننقد الجزارة، فهمت؟ هذيك أموري، خرجت من الأديان كومبليتمون. أما كي نكون مسيحي، ولو حتى كنت مسلم وليت مسيحي، فهمت؟ وننقد الإسلام وأدعو للمسيحية، فأنا إنسان منحط أخلاقيا، فهمت؟ منحط أخلاقيا. لماذا؟ لأني أنا تعرف نتكلم على هذه لحاجة جدا مهمة. أنا صحيح ملحد، صحيح ملحد، وصحيح أنقد الإسلام، فهمت؟ صحيح أنقد الإسلام، ولكن أنقده عن حب ليس عن كره. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق المهم جدا. الإنسان اللي يعلمك الكراهية ويعلمك كره الآخر هو ماهوش إنسان، مازال في مرحلة الحيوان، سامحوني. واحنا كبشر مازلنا فما كثير منا، وانا بيدي مازال فيا طبائع حيوانية. العنف، الكره، كل ما هو غير جيد هو طبائع حيوانية، فهمت؟ Voilà, justement, Iman, il faut profiter de la vie jusqu'à la dernière minute. Il ne faut jamais renoncer à la vie. La vie, c'est une chance. Si tu es là, ça veut dire que tu as de la chance. عندك زهر انك موجودة في هذه الحياة، فبروفيت، فهمت؟ اهلا وسهلا نيدو، كلامك رائع. لا ماهوش رائع، كلامي واقعي حقيقي. راهو اسمع، ما فهمش ابسط من الحقيقة، ابسط من الحقيقة والواقع، وهذا اللي نعيشه فيه. علاش نبعد لبعيد؟ علاش 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 باعد لبعيد، فهمت؟ علاش سي كلير. فريمان الجي، اهلا وسهلا، اهلا عزابي خويا، هذا خويا مازلت في اسرائيل، خويا 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 بالحق، مش خويا كذب، تعرفوني اللي انا معنتها عندي عرق يهودي كما يقولوا. استمد من نفسك القوة يا نيدو، استمد من تيفا بيان. هاني مش نجيك يا عزابي، هاني مش نجيك، هاني مش نجيك اخر العام، باش نجيك ناخذ الجنسية اخر العام ونجيك نعمل طلة لاسرائيل. نو جو في بيان طون كو جو بوا دونك جو سوي بيان. سي فغي او با؟ فما انسان يشرب وهو ماهوش لاباس عليه؟ كي است كو جو دوا لير بور كيتي الاسلام افيك؟ تي با اوبليجي يا لوري تو كيتي الاسلام، فهمت؟ اون بو نو با كيتي الاسلام، اوني با اوبليجي دو كيتي الاسلام، بيان سور راني جاي عزابي، راني سور باش نجي راهو بيانتو، فهمت؟ حبر ما ناخذ الباسبور نتاعي باش نجي، فهمت؟ باش نعمل طلع، باش نعمل طلع على الجالية التونسية في تون، اليهودية. تي با اوبليجي دو كيتي الاسلام. Tu peux rester musulmane et être humaine. Santé, Azeb, yahla. Ou enti li ma habitch tji, michel, ana normal, ana nji. Ama enti marahba bik. Fahmta.
en septembre. Peut-être en septembre, je vais venir à Paris. بصحتك بصحتك ميرسي اوكي يا عزابي انت لطفي لطفي خويا لطفي تو انت علاش خليت تونس ومشيت لاسرائيل برب تو تونس الواحد يخليها ويمشي لاسرائيل فين المفتاح يا عندي الرب المفتاح علاش 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 خليت تونس ومشيت لاسرائيل ما عادش توكل تونس انا راني سكران لا محالة حتى انا نشرب معك اهلا ابراهيم اهلا اهلا رغم اللي انت نعرف كل يا ابراهيم تبع لي في كل مسيح الكلاب المبشرين تعرفني انا ما نحشمش يا ابراهيم تشجعوا فيهم على الظلم والعدوان واذلال شعوبنا وادخالهم في ديانة اجهل من الاسلام رحمة الاسلام يتسمى قدم المسيحية بصحة بصحة كوبي 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 أهلا وسهلا المهم أنا نزلت معاكم تقريبا قداش وقت 20 دقيقة مازال بكري مازال أنا رجعت صحتي ورجعت الكريشة متاعي رغم اني ضيعت الكريشة متاعي فهمت كما يسميوها كوسان داموخ الانعزال والتحرر يجعلنا خلو من المشاعر لا ماكش مسيحي يا متهار كله انت توزع في بتاع المسيح وتعمل لهم في الدعايه نعرف ماكش مسيحي فهمت نهار كله انت توزع لهم وتعمل لهم يعني قيمه وقدر نعرف اللي ماكش مسيحي فريمان حتى انا شتام يا فريمان نعرف يا ابراهيم ماكش مسيحي فهمت لكن نهار كله انت توزع لهم وتعدي لهم في الكلام نتاعهم الجهلوت نتاعهم والحقد نتاعهم والكره نتاعهم انا قلت لكم راهي المسيحيه خلقت العلمانيه لكي تقوم بالاجرام خارج اطار المسيحيه ما فماش ديانه اجراميه لو الاسلام استنبط الاجرام من شيء فهو استنبطه من المسيحيه وعودوا للتاريخ وشوفوا اجرام المسيحيه شنو عملت قبل جيان محمد مدة 500 سنة شنو عملت جرائم فهمت لا انا مانيش معلم يا اخويا يا اسماعيل الرابي مانيش معلم انا اكره فكرة المعلم والتلميذ انا ضد هذه الفكرة وهذا مش شنو باش نقوله في الفيديو القادم اسمع راهو عندما نقول الديانة ليس صحيحة ليس يعني المشكل اللي الملحدين أغلب الملحدين يحاربون الإيمان والإيمان شيء عظيم الذي يميز الإنسان على الحيوان هو الإيمان ليس الدين فهمت؟ الإيمان شيء عظيم إنسان ما عندوش إيمان ما حسش حلاوة الإيمان مصحة والمسار يا نبيل تخلي تكلم على مصحة والمسار اسكت 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 كلامك يا هذا في النافخات زمرة كما يقال زعيمين كيف الكلام لكلكم نعملوا فمش ريحتكم وقت العمل احنا المشكلة نتاعنا مشكلة التنظيم الملحدين واللادينيين موجودين ما شاء الله موجودين ولكن ليس هناك تنظيم كل واحد يغني على ليلاه يا زيني يا نبيل نحى مسارتي برس صمك يا زيني جي تقول لي صح المسار وبعد في أول حاجة اسمع هذوما قوانين في الطبيعة فهمت نون كريم شنو نون كريم لا لا سامحني سوسو نون الوساخة بتاع المسيحية أكثر صدقني أكثر المسيحية أخنز من الإسلام راهو المسلمين أسمع إيش نقولك يا سوسو شنو المهم النية أهم شيء ولا يعني إنسان يسبك ونيته حسنة إنه يسخيب روحه ويعمل في الخير ولا إنسان يقولك شكرا نفاقا
فهمت؟ الأصالة أهم من النفاق، الأصالة أهم من التزوير، صدقني صدقني، يعني يمكن ما تصدقنيش، مش لازم تصدقني، كذبني كذبني مش مشكل، فهمت؟ كذبني مش مشكل. الإيمان هو إنك تقوم ما تفكر فيه، الإيمان هو أن تفعل، أن تحول إلى الواقع ما هو في داخلك. عندما أنا أؤمن أني نحب ناكل، ناكل، مش نؤمن أني نحب ناكل مثلا حاجة ونفاقا ناكل حاجة أخرى. الإنسانية راهو الغرب ما عندوش إنسانية، راهو سامحوني سامحوني، الغرب ما عندوش إنسانية، عنده قوانين، عنده قوانين ولكن ما عندوش إنسانية، ما عندوش الروح، ما عندوش الذات. الروح احنا مازلنا محافظين عليها رغم إجرامنا، المسلمين رغم إجرامهم ولكن صادقين. أنا كنت إرهابي وكنت إسلامي، وصدقني كنت صادق 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 في الداخل متاعي. عندما كنت نحارب، كنت نحارب بصدق، مانيش نحارب بنفاق. هذوما اللي تشوف فيهم الدواعش وكل شيء عباد مؤمنين، صحيح الإيمان متاعهم غالط ولكن مؤمنين، لا نقاش فيها. هذه يا سوسو، اسمعني، المسيحية بالنسبة لي غير موجودة، راي المسيحية مذهب يهودي، مذهب يهودي، المسيحية غير موجودة أصلا. الديانات الموجودة الإبراهيمية، وأرجعوا للتاريخ، كونوا صريحين، فهمت؟ كونوا صريحين. إبراهيم، وتنقولوا الديانة الإبراهيم، إبراهيم شكون جاء؟ جاء إسماعيل وإسحاق. إذا آل إبراهيم هم آل عمران، فهمت؟ وآل إبراهيم معروفة هذه، معناتها وفضلنا آل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يعني الديانات المسيحية ليس موجودة أصلا، هي مذهب مسيحي. Justement, يا شيراز، la foi en soi et l'humanité. Il faut avoir la foi en l'humanité. C'est ça. قدس مجري، كلمة المسيحية جرت. قدس الإسلام تقول المسيحية القديمة. المسيحية قدس، المسيحية ما فماش ما أنزل منها. وأنا باش نوضح هذايا عندما نتكلم على تاريخ الأديان والمعتقدات. خاطر أنا نقد الإسلام، ولكن نقد محمد، ونقدت الإسلام اللي موجود في الكتب. ولكن الآن عندما أتكلم على المعتقدات الإنسانية سوف أنقد الإسلام كما وجد في التاريخ، ليس كما وجد في الكتب الإسلامية. أنتم تكرهوا محمد، فهمت؟ أنا ما نكرهوش محمد، فهمت؟ وما نكره حتى نبي، أنا ما عنديش مشكلة مع حتى نبي. أنا أكره هذوما العلماء، هذوما لي بخاتخ، هذوما الكلاب نتاع المسيحية، لي بخاتخ لي زمام، وهذوما الرهبان، وهذوما الكلاب هما اللي باعوا القضية الدينية، فهمت؟ هذا هو مشكلتي، فهمت؟ هذا هو مشكلتي. أنا مانيش مشكلتي مع الأنبياء، الأنبياء ما عشتش معاهم. أنا قتلت بصدق. لا سامحني يا حكيم لونيس، فهمت؟ سامحني أنا مش متفق معك. نحكي لك قصة بسيطة جدا. هناك أحد الأشخاص، وأنا ديما نحكي هذه القصة، كان كلما يدفن إنسان يغتصبه. فكان أحد العلماء أو أحد الفاهمين شدوه هذا الشخص وعدموه، فقبل رجله، فقال له كيف تقبل رجله؟ قال هو كان يغتصب بإيمان. الإيمان مهم، تبقى قاتل، أوكي تبقى قاتل،
ولكن لو أنت تحط نفسك بين إنسان يقتل لأنه مؤمن بأنه يقتل، وإنسان يقتل لأنه مجرم لأنه لا يؤمن ولكن يقتل، شكون تفضل خير؟ راهو الخير والشر غير موجود أصلا. وأنا طولت عليكم، راني مزدت لي 10 دقائق ونمشي على روحي، فهمت؟ ما نحبش نطول عليكم، نكسر لكم راسكم بالحكاية الفارغة، على خاطر أنا تو بديت نسكر تقريبا شارب. باهي أنا ما نسكرش ياسر، 6 بيرات شربت، فهمت؟ حكاية فارغة، فهمت؟ المسيحية لا شيء، المسيحية هي مذهب ما يهودي، المسيحية لا شيء، المسيحية لا شيء، المسيحية هي أداة تخدير الإمبريالية الغربية والرأسمالية الغربية، هي أداة للإمبريالية من أجل نستعمروكم، فهمت؟ جنون العظمة ليس لي جنون العظمة، لم أدعي أنني رب، أدعيت رب نفسي صحيح، ولكن ليس رب على أحد، فهمت؟ لا أدعي أني رب على أحد، كل واحد يدير ربه ويتلهى بربه وروحه، فهمت؟ وانت تعرفوها الشهادة متاعي، حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. أنا سعيد مع نفسي، أنا لقيت الطريق متاعي، فهمت؟ صحيح، لكن توما القول الشر والخير، طبعا 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 الخير والشر موجود، فهمت؟ موجود، ولولا الشر لما عرفنا الخير، فهمت؟ كلامك حكم عن عندي فلسفة خاصة بي يا نيدو. كل إنسان لازم اسمعني، لو فرضنا إن هذا الوجود هو عبث، فرضنا إن هذا الوجود هو عبث، رغم أني أنا شخصيا لا أؤمن بأن هذا الوجود عبث، لو فرضنا أن هذا الوجود عبث، يجب أن تجعل له معنى، يجب أن تجعل له معنى لكي تعيش في سلام مع نفسك مع ذاتك، فهمت؟ justement croire en soi c'est plus important que croire à l'humanité. Shiraz, en fin de compte quand tu crois en soi توفر معناتها حاجة كبيرة للهيومانيتي. توا أنا علاش مثلا نتكلم ونحط نحل في توا مثلا بعض الأشخاص يقول لي علاش تكسر في راسك؟ علاش تكسر في راسك؟ امشي عيش حياتك وكهو، فهمت؟ لكن أنا نعمل في اللي نعمل فيه لأني نحب اللي حولي يخليني نعيش في سلام. أنا مانيش نعمل فيه اللي هما، أنا وقت نتكلم مانيش نعمل في ربكم انتوما، شيبني فيكم ربكم الكل، انا يهمني كان روحي، وذي صراحه يهمني كان روحي، جو مون فو دو تو الموند، ما يهمنيش فيكم ربكم، كلكم ما يهمنيش فيكم، انا جو فو مون انتوراج كي سوا بيان. واحنا اللي يسمي فيه العالم الاسلامي، هذا العالم الاسلامي بين قوسين، وما نجموش ننكروا هذه المسألة، رغم الجرائم اللي نعملوا فيها، رغم التفرقة اللي نعملوا فيها، احنا الوحيدين في العالم اللي واقفين امام الجبروت، فهمت؟ الرأسمالي الغربي الانحطاطي اللي يحب يحول البشرية الى ربوات، شي طبيعي يا الياس، كل واحد يصنع المعنى الخاص له. انا راني سكرت ياسر صحيح، باش نخرج مازال لي 10 دقائق ونخرج، فهمت؟ نخرج نمشي، انا ما نسكرش، راني ما نسكرش، ما نكذبش عليكم. تعاليم الاسلام الاجراميه وضعت بعد محمد يا حكيم، وضعت بعد محمد، بعد 100 سنة من موت محمد، فهمت؟ ومحمد
سوى وجد أو لم يوجد ما يمنيش فيه أنا كشخصية، رغم أني هو أغلب الأشخاص نجم نقوله وجد، فهمت؟ ليس محمد، سامحني، ليس محمد. لو تريد أن تعرف محمد، أعرف محمد في مكة. يمكن محمد عمل أشياء، فهمت؟ يمكن ماهوش معصوم، فمش عصمة، فهمت؟ فمش عصمة، ميمنيش فيه أنا محمد. أنا أعطيني الإسلام اللي توا موجود الآن، محمد اللي موجود في الكتب، هذا محمد أنا ما نستعرضش بيه ونكره ربه اللي موجود في الكتب. أما هل ما هو موجود في الكتب هل هو محمد؟ أنا لا أدري، لا أدري. ولكن متأكد من شيء واحد يا حكيم لوناس، أن الذي جعل هذا الإسلام، فهمت، اللي هو محمد، لا يمكن أن يكون إنسان حقير بالدرجة اللي نتصورها. لا يمكن، لا يمكن منطقيا، هذا منطقيا. 1400 سنة ناكلكم ربكم الكل، ها؟ يعني ما يمكنش يكون إنسان حقير كما تصوروا أنت ولا كما تصوروا المسيحية. لا، مستحيل. سامحوني كثرت عليكم الكلام، كثرت، نعرف كثرت عليكم رب الكلام، كثرت عليكم رب الكلام. أنا راني نعرف شو نقول، أنا دارس، أنا الإسلام نعرف كما نعرف أمي، تعرف شو معناها، فهمت؟ وناس ليس هناك شيئا شرا كله، هناك أشياء في الإسلام عظمة. القرآن اللي تشوف فيه هذاك، فهمت، سوى جابوا محمد ولا غير محمد، شيمنا فيه، فهمت؟ راهو اسمع يا حكيم لوناس، حبيت نقول لك حاجة، معناتها أنتخ نو، يعني بيننا أنا وأنت، انسى العباد اللي موجودين الكل، انساهم الكل، انساهم، فهمت؟ رأي الحضارة تقوم على فهم باطن الحقيقة. قوة السيف يا داهية أكسل، أعطيني شعب من الشعوب لم يمارس الإجرام. الغرب الآن يمارس الإجرام بأبشع أنواع الإجرام اللي موجودة في العالم. راني أنا مشيت لأفغانستان ومشيت للعراق ونعرف الشرق الأوسط ونعرف شنو كانت الطائرات اللي تسميو فيها غربية تقصف الأبرياء والأطفال. ربكم فيقوا على رواحكم شوية، فيقوا فيقوا. جي تقول لي دونالد ترامب إنه إنسان، هذا حيوان، فين إنسان برسمك، فين إنسان؟ ولا جي تقول لي أوروبا إنسانية، فين إنسانية ربك، فين إنسانية؟ راه فما زوارق تضرب في البحر وتغرق في البحر. فيقوا على رواحكم ربكم، فيقوا فيقوا فيقوا. راني انا سكران وما نحبش نحكي، وماذا بيا ما نحكيش اصلا، ما نحكيش، ماذا بيا ما نحكيش، ماذا بيا ما نحكيش. راه الاجرام الاسلامي لا يسوى الشيء قدام الاجرام الغربي اللي سرق شعوب واهان شعوب وافنى شعوب، افناهم من الوجود. فيقوا على رواحكم شوية، الهنود الحمر تم فناهم، يحبوا يفنيونا احنا ولكن نحن لن نفنى، نحن اصحاب حضارة واصحاب انسانية. لا، مانيش رومانسي يا ابولو ويسن، مانيش رومانسي، مانيش رومانسي. انا اكره رب الاسلام، ولكن الاسلام المنقول، الإسلام الذي بني على الكره والبغض، فهمت؟ يتلقاه في الإنسانية، الغنوصية والتصوف يتلقاه في الإنسانية يا ربي ربيع. نكمل هذا السيجار معاكم، وسوف أقطع لأني بش نقول كلام اللي يمكن يصدمكم.
انا ما نحبش نقول الكلام اللي ينقل، يعني انا اتمسك امسك نفسي لكي اقول، فهمت؟ فما حاجات ما نحبش نقولهم صراحة، فما حاجات صادمة. سلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. فكروا ربكم فكروا، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا تعلمون. راهو القرآن ربكم فيه حاجات اللي ما تنجموش تتصوروها بالكم، وانتم تبعوا لي في رب المسيح ورب الخرا ورب، سامحوني ما نحبش نقول كلام خايب، رغم اني ما عندي حتى مشكل اللي يقول كلام خايب. هذا اخر سيجارة باش نتكلم، باش نكمله وباش نقطع، فهمت؟ قد سواء في لي صاحبتك كلمتني مرة أخرى، كنت في السبيطار وقلت لها هيجي للزوم، ما جاتش. سامحوني يا جماعة، راني حبيت نقول حاجة، أنا من هذه المباشر حبيت نقول حاجة، ما أنا إلا بشر، ما أنا إلا بشر، فهمت؟ أنا راني بشر، لا لازم اسمعني اسمعني يا كاسي سليم، لا يمكن ان نتبع غيرنا، احنا عندنا حضارة، سامحني، الشرق الاوسط وشمال افريقيا عندنا حضارة، ما لازمناش نكذبوا على رواحنا، فهمت؟ الغرب يحب يدمرنا، يحب ينهي وجودنا، يحب يردنا عبيد. شوف توا هذوما الملحدين، اكثرهم الملحدين، سميو روحهم ملحدين، كلهم يتبعون الغرب، علمانيه ما ادري، انا ضد العلمانيه وضد الخرع، هذا الكل ضده، انا علمانيه وانا بطيخ وانا واحد، فهمت؟ ما شفتوش يا حني بعد ما كتب اعلاه، ساعات ما نشوفش راني، سامحوني اعمى، فهمت؟ كمل سيجار ونقص معاكم، فهمت؟ ما نزيدش نكثر عليكم. توحشتني توحشتني، ما سالتش حتى عليا، توحشتني يا قدس، فهمت؟ عندي قلب نظر، كملها كملها يا نيدو نيدو. ما أنا إلا بشر، عندي قلب ونظر، كملها، نسيتها الحقيقة، ما مانيش مركز، فهمت؟ احنا اصحاب الحضارة، الفرس والغرب يريد ان يقضي على حضارتنا، يريد ان يقضي على حضارتنا لانهم شعوب إمبريالية. عندي قلب ونظر، كملها عاد نيدو نيدو، انت مريض، ما قريتهاش يا انت مريض، انا قصدي بغي الناس تعاود، ما تبقاش تحقق فيا. اي كملها كملها، كان حافظ، ما تبقاش تحقق فيا، يعني تحقق فيا يعني تغزر لي. يا كسب الإنسان، فهمت؟ يمكن أن يتبع، باش نحكي لك حكاية يا إسام، يا سليم كاسي، توا أنا كي نمشي نزور مثلا جربة ولا نزور عنابة ونجي نحكي على عنابة، فهمت؟ يعني أنت عمرك ما زرت عنابة، جي توافقني وتصدقني ديريكت مباشرة، فأنت بين قوسين وحاشاك حمار، لأنك لا تعرف عنابة، وافقتني لأنك لا تعرف عنابة، بينما لو أنت زرت عنابة ووافقتني فهنا أنت أضفت شيء لأنك تعرف عنابة ووافقتني فيما حكيت على عنابة. يعني اتباع الشخص ليس مشكل،
لو أنت متأكد مما قلت، كان أنا كذبت تصلحني. أما كان أنا قلت الحقيقة تؤيدني، ليس هناك مشكل أنك تأيدني، ولكن تأيدني عن وعي وعن علم. لو لم تستعمر الهنود الحمر لكانوا اليوم مثل أفغانستان واليمن. الهنود الحمر مع الأسف تم غلبهم، غلبهم بالسلاح، بقوة السلاح. إجرام الغرب لا يصدق، ما فعله استعباد الغرب لإفريقيا يفوق ما استعمله الإسلام للاستعباد مدة 1400 سنة. كونوا واقعيين من فضلكم. اللي يعلموا فينا في الحضارة لا يملكون ذرة من الحضارة، فهمت؟ لم يملكون ذرة من الحضارة. وانت كذلك اختر ما تبقاش تحقق فيا، ما تحققش فيا، ما تخزر ليش. باهي انا كثرت عليكم ياسر، نكمل السيجارو ساعة كملت، خاطر باش نخرج نمشي نكمل نسكر لبرا، فهمت؟ يمكن نعمل تعليق، يمكن نعمل بوسة للجميع ليكم، بوسة بمفهوم بوسة. حي الشواطن لا بلاس دارمي، جنة الهنود عناية، فهمت؟ نكمل السيجار ونمشي، نمشي نمشي للتواليت ساعة. المهم أنا سعيد بمناسبة العيد، العيد. شوف الكرش، كرش رجعت ما شاء الله، سي لو كوسان دامور، جادور جادور الكرش. كريم شعير طفي، نطفي شنو يا كريم شعير؟ الآن 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 يا حكيم لوناس، الآن الآن الغرب بده يفيق، يعرف روحه اللي عامل غلطة. الحاجة الباهية اللي في الغرب إنه لا يخفي المعرفة، إنه يتطور، فهم اللعبة. إحنا مازلنا ما فهمناش اللعبة. حني بار كرتاج كتبت ياسر، أنا مانيش عندي مخ باش نقرا توا، أما توا نقرا من بعد ونعاود نحكي لك نجاوب. المهم انا نبوسكم جميعا بوسه باتم معنى البوسه، جو فوز امبراس بمفهوم فرنسي، رغم اللي البوسه بالمفهوم العربي هي كلمه خايبه، فهمت؟ يعني جو فوز امبراس، فهمت؟ بالمفهوم الغربي، لان الغربي الفكر الغربي، رغم انا راني مانيش نكره الغرب، مانيش نكره، نحترم الغرب، نحترمه كهو كحضارة، هو مدنية هو عملها، اما جيش يفرضها عليا، فهمت؟ يا حنا بعد قاعد تكتب في حاجات يا طويلة ياسر وما نجمش نقراها. اوكي نكمل نشرب الكاس متاعي. الخمر يا ربي أجمل شيء في الحياة، الخمر ينسيك هذا الوجود، ينسيك، ما عادش تعيش في هذا الوجود، تعيش في عالم آخر، فهمت؟ المهم تحياتي نيدو، تحيات كل ما شاركوا معنا في هذه المقابلة. 41 إنسان، إنسان بأتم معنى الكلمة. أنا نبوسكم، je vous embrasse de tout mon cœur de tout mon esprit et je vous dis peut-être dans une autre occasion. أهلا نيدو، أهلا حكيم، راني مانيش نافق فيكم، نحبكم 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 نحبكم، مهما كان اختلافنا نكربها، الاختلاف نكربه، الكل نكربه، الاختلاف متاعنا، احنا بشر، احنا انسانية، فهمت؟ احنا
رب الوجود هذا. يشوفوا أهلا أسامة، تحياتي تحياتي، توحشتك والله. عندك قداش ما جيتنيش للزوم. المهم je suis obligé de couper et je vous dis je vous embrasse tous mes amis et mes ennemis. Je vous aime. وما هوش هذا فكر المسيح حاشاكم المنيق، وإنما فكر إنساني. أهلا أهلا أسامة، فكر إنساني بأتم معنى الكلمة، بعيد على المسيحية وعلى اليهودية وعلى كان تشوف زطلة. لا عندي عندي زطلة، عندي زطلة، عندي كل شيء، عندي كل شيء. أنا راني في هولندا، هولندا ويعرفها أسامة ماركو، إنه فيها كل شيء. Je vous embrasse tous. بوسة بوسة حلوة وبنينة. إيا بيانتو في الفيديوهات متاعي، تنرجع غدوة نعمل لكم فيديو. إي جو فوز أمبراس. ألي جو تيرمين، تحياتي. معرفش كان في التلفزيون.